طريقة معرفة الرسائل الخاصة بيك المحذوفة من على الهاتف بطريقتين أسهل من بعض وبدون أي تطبيقات. نروح للتطبيق الخاص بالرسائل وبنضغط على 3 نقاط، دي أول طريقة. طبعا بيكون عندك هنا سلة المحذوفات، ممكن تجد فيها الرسالة المحذوفة اللي انت بتدور عليها. لو ما كانتش متاحة عندك هنا كده، هنروح للطريقة التانية. نروح للإعدادات خاصة بالهاتف ونروح للحسابات والنسخ الاحتياطي، وهنا بنضغط على استعادة البيانات، وهنا بتختار الهاتف الخاص بيك، وهنا بتضغط على تم تحديد، بتضغط عليها علشان تلغي كل التحديدات، وبتختار فقط الرسائل تحدد عليها. هنا أنا عندي 3000 رسالة محذوفة، وبتضغط على استعادة، وهنا بيتم تحميل الرسائل، وفور الانتهاء بيوصلك إشعار وبتعود إليك كل الرسائل المحذوفة في مكانها داخل الرسائل. يا رب يكون الشرح أفدك.